مش فاهم شو اللي عم تحكيه. سارة؟ لو ما انت جاري وعزيز علي وفي بيننا عيش وملح وبيننا عزيات وافراح انا بتدخل. باسم انت كم مره شفتها؟ انا بعرف قديش الموضوع صعب، صعب احكيه، لكن الموضوع ما بنسكت عليه، بنزلها عند بيتي. ليش ما بنزلها عند بيتك؟ هو خايف منك؟ ليكون هو زميله بالجامعه او اشي ثاني. طيب خلاص خلاص بكفي. شكرا كتير باي. سارة؟ بابا صباح الخير. بابا مين اللي وصلك امبارح المساء؟ وانا بحكي معك ما توطي راسك. عمرك ما تعملي اشي يخليك تضطري وتوطي راسك. بابا انا ما كان قصدي. كان قصدك ولا لا؟ انا بعرف انه زميلك وانه رايدك، بس مش هيك. هو كان يستنى فرصة يجي، وعبين ما تيجي هاي الفرصة بتخلوا حالكم بدائرة الشبهات. انه يوصلك بسيارته وينزلك بعيد عن البيت، يعني بتحكوا للناس انه احنا عم نعمل اشي غلط، يعني مخبيين اشي. بابا الموضوع كتير محرج وكتير صعب، يعني مو زي اي موضوع. انا كنت بدي احكي لك. الانسان القوي هو اللي بيواجه، وانا عودتك على المواجهة، وانا طول عمري فاتح لك قلبي مش ماسك لك عصاي. عارفة بابا الله يخلينا اياك. الصراحة والثقة اللي اعطيتك اياها بتضاعف المسؤولية عليكي انك تتصرفي بحكمة وذكاء وتحافظي على سمعتك وسمعة اهلك. وانت عارفة انت روحنا ونوارتنا بهالبيت. بابا أنا آسفة، تصرفي كان غلط. بوعدك ما أحطك وما أحط حالي بهيك موقف، لا تزعل مني. بتعرفي إيش المشكلة؟ المشكلة إنه صعب أزعل منك. Thank you.
الحل يا خال.